استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وفدا أمريكيا رفيعا من وزارة الخارجية الأمريكية، يضم كل من الدكتورة فيكتوريا كوتس نائبة مستشار الأمن الوطني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتورة دينيس ناتالي مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لمكتب عمليات الصراع والاستقرار، والدكتور بيتر بيركودز كبير مستشارين المكتب بالتخطيط السياسي، وذلك بحضور معالي الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير المملكة لدى الولايات المتحدة وسعادة السفير جاستن سيبيريل سفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. وأشاد معالي الوزير بالعلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال العمل الأمني المشترك من أجل مواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية. وتم استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وأوجه تعزيز التعاون الأمني بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاءات الثلاثة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية ومدير المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية والملحق الأمني بسفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة.